السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن العزوبية، ونحن في هذه الأيام على أبواب فصل الصيف، فصل الأعراس وفصل الخطوبة وفصل الارتباط والقران. تحدثنا في حلقات سابقة عن الخطوبة والارتباط وتشجيع الشباب على الزواج، ولكن اليوم حديثنا عن العزوبية. العزوبية التي جعلت الكثير من الشباب والشابات والفتية والفتيات يفضلون حياة الحرية ويرفضون الارتباط مع شريك آخر برباط مقدس، حتى صار بعضهم يقول العزوبية تاج على رؤوس العزاب لا يراه إلا المتزوجون. على نسق الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. هذه العزوبية أصبحت مشكلة. تأخر سن الزواج، ودائما الإنسان يماطل، صارت مشكلة كبيرة من المشاكل التي تعاني منها الكثير من المجتمعات. فهذه العزوبية آخدة في الارتفاع في مختلف البلدان، حتى المتقدمة منها. مثلا الآن أمريكا المعروفة بأنها من أكبر دول العالم، من أشد الأزمات التي تعاني منها هو مشكل العزوبية الذي يمتد بشكل مخيف. وكذلك في اليابان، وهي دولة متقدمة عالميا، المشكل الأكبر الذي تعاني منه اليابان الآن مشكل العزوبية. وكذلك الصين والهند، هذه كلها باتت تشعر بالقلق، الكثير من القلق في هذه الدول بسبب العزوبية. والبرازيل أيضا حطم رقما قياسيا في العزوبية، حتى بعض الدول الإسلامية كما في إيران. إيران أيضا تعاني وتدق ناقوس الخطر. الإحصائيات عبر العالم تشير إلى أن نسبة البالغين الغير المتزوجين في الغرب وفي باقي دول العالم ستصبح قريبا أعلى من نسبة المتزوجين، وإذا وقع ذلك سيكون له تأثير كبير على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والنفسي، تأثيرات عميقة جدا. للأسف في بعض الدول نصف البالغين الغير المتزوجين يعيشون لوحدهم. من يسافر إلى بريطانيا مثلا أو إلى لندن سيلاحظ بأن هناك وحشة ووحدة، رغم التقدم التكنولوجي ورغم البنايات الشاهقة ورغم حقوق الإنسان والديمقراطية والعيش الكريم، ولكن الناس يعيشون لوحدهم. وهذا أدى إلى تغير نمط الاستهلاك. لوحظ في الجانب الاقتصادي ارتفاع المبيعات السنوية لوجبات الطعام الجاهزة. وجبة الطعام يفضلها العزاب، يعني فاست فود، بسرعة يأكلها وينطلق. الزواج أيها الأحبة الكرام، باعتباره النموذج الاجتماعي المهيمن على تاريخ البشرية، يبدو بأنه في عصرنا الحالي بدأ يفقد قبضته. وبالتالي لاحظنا في السنين الأخيرة تمدد هذه الظاهرة. البعض يرجع هذه الظاهرة كون أن العزوبية لها أسرارها ولها جمالها، فهم يرفضون الزواج باعتبار أن القفص الذهبي فيه مشاكل كثيرة ولم يفتح أبوابه لهم. فالشخص العازب ربما قد يستمع إلى بعض الأشخاص المتزوجين يشكون همومهم ويعبرون على أنهم يشتاقون لحياة العزوبية. فلما يسمع هذا الكلام ويرى بأنه هو حر،
يقول: لماذا أريد أن أتعب نفسي بحياة مليئة بالضغوطات اليومية والمسؤوليات الأسرية والالتزامات المتعددة مع الزوجة والأبناء؟ العازب يقول: أنا سيد نفسي، أنا أعيش في المرحلة العمرية التي أكون فيها غير ملزم وغير مقيد بأي شيء، عندي الاستقلالية في كل شيء. يقول: أنا سيد نفسي. العازب له أن ينام وقت ما يشاء ويستيقظ وقت ما يشاء، يمكث في البيت أو يخرج كما يحلو له دون التزامات. حتى منهم من يقول: أنت عازب تأخذ كل السرير لنفسك، تتقلب ذات اليمين وذات الشمال، تضع المكيف على الدرجة التي تناسبك، تترك الضوء مفتوحا أو الستارة مغلقة، لا أحد يزعجك، بخلاف المتزوج عليه دايما أن يقتسم هذه الأمور مع شريك حياته. العزاب يقولون ويدعون بأنهم أقل توترا، على اعتبار أن المتزوجين يعبرون عن توترهم وقلقهم. العزاب يشعر بأن عنده وقت كاف للعفوية، وعنده كامل الحرية يفعل ما يشاء، وعنده المواعدة واللقاءات العاطفية كما يحلو له، كل الإمكانيات واردة له، أن يسافر، أن يمكث، أن يستيقظ مبكرا، أن ينام إلى وقت متأخر من الليل، أن يلبس ما شاء، حر، له المزيد من الفرص للسفر والاستكشاف، له الحرية في اختيار المكان الذي يريد أن يعيش فيه أو يقضي في عطلته، بخلاف المتزوج دوما عليه أن يستشير وعليه أن يأخذ الموافقة وقد لا يحصل عليها. ثم البعض يدعي بأن العازب عنده القدرة بأن يهتم بمستقبله المهني والوظيفي، فالفترة العزوبية المتواصلة تجعل الإنسان يجعل كل طاقته وكل جهده في العمل، وهذا يتيح له الترقي بسرعة في سلم المناصب، سواء في الإطار الوظيفي أو في الشركات الخاصة، لأنه يمكنه الوصول باكر للعمل ويخرج بوقت متأخر ويضل اليوم كله. فهذه كلها ادعاءات يقولها بعض العزاب ليقنعوا أنفسهم بأن العزوبية هي الأفضل وهي الفترة الذهبية. لكن هذه العزوبية إذا طالت وطالت صارت تسمى عنوسة، ومن ثم تبدأ المشاكل، لأن الحياة في فترة الشباب مثل فترة الربيع، مثل شهر الربيع، سرعان ما ينتهي الشباب وتبدأ الكهولة، ومن ثم فإذا طالت العزوبية تتحول إلى عنوسة وتؤدي إلى الكثير من السلبيات. فيكفي أن من سلبيتها أن معدل السكاني في كل منطقة يزداد فيه الشيخوخة، وعزوبية الشباب إذا طالت تكون لها أثر على صاحبها، خصوصا في المجتمعات العربية كتكون عيب وعار أن الإنسان عازب، وتكون الاتهامات والآثار السلبية تتجه أكثر للفتيات، للعنصر النسوي، لماذا مر عليها القطار، فالناس كثيروا الكلام. الذي يبدو من خلال الدراسات أن العزوبية إذا طالت فإنها تؤثر سلبا على صاحبها، سواء على المستوى الصحي، حيث أن هناك مشكلات جلدية بسبب انخفاض أو ارتفاع في إفراز بعض الهرمونات، لأن الإنسان لما يبلغ واحد سن معين لا بد له من التزاوج، هذا التزاوج سوف يؤدي إلى اندماج وسوف يؤدي لتوازن في الهرمونات، وإلا صارت تبدو عليه الكثير من الأمراض الجلدية، هذا يظهر خصوصا في الفتيات وحتى في الفتيان. ثم هناك تأثير سلبي على الصحة النفسية، هناك الكثير من العزاب يعانون من الاكتئاب ومن الوحدة ومن الوحشة، ويشعرون بالفراغ، بل منهم من قد تؤثر على المستوى العقلي، يصبح عنده عقلية غريبة لأنه يصاب بالوسوسة. وأبسط أشياء يعاني منها العزاب أنهم قد يشعرون بالغيرة من الآخرين، خصوصا في المناسبات وفي الأعياد وفي الأفراح، لما يكون الناس هكذا
استطاعوا أن يؤسسوا حياة مشتركة ناجحة وسعيدة، زوج وزوجة وأولاد، يشعر بأنه لم يحصل مبتغاه، وقد يشعر بنوع من الغيرة، وقد يشعر حتى بالحقد أحيانا من الآخرين، لماذا هؤلاء عندهم وأنا ليس عندي؟ فهذا العزوبية لها آثار كبيرة على المستوى النفسي وعلى المستوى العقلي والصحي، وتجعل الإنسان يشعر بالحزن يلازمه في كل لحظة لما يرى الزوج مع زوجته وأطفاله الصغار يلعبون ويرتعون ويسافرون ويذهبون إلى أماكن النزهة، هو يكون آنذاك وحيدا وقد يضجر من العلاقات الغير الشرعية، وقد يصاب بنوع من الإحباط. لهذا الزواج شيء ضروري ومؤكد. هذه العزوبية وأسبابها كثير ومتعدد. بعض الحكومات تريد في بعض الدول أن تواجه هذه الظاهرة. هذه الظاهرة هي قديمة منذ العهود السابقة، ربما في عهد الإمبراطور أوغسطس في روما كانت هناك عزوبية، وتظهر العزوبية أكثر والعنوسة كلما كان هناك حروب. الحروب عادة يشارك فيها الرجال ويقتلون وتبقى هناك فائض في النساء. ففي العهود القديمة كان هكذا، وآخر حربين عالميتين الأولى والثانية التي شهدها العالم المعاصر أدت إلى انخفاض نسبة الذكور أمام الإناث، وهذا أيضا أدى إلى ظهور العزوبية المطولة وموضة الأمهات العازبات. لاحظنا في العهود القديمة كان هناك بعض الحكومات تفرض ضريبة على كل من هو عازب وعنده القدرة، وهذه الضريبة فيها نوع من الاعتداء على حقوق الإنسان. قد يكون الإنسان حر، أراد أن يتزوج أو أراد أن يبقى وحيدا هو حر، لكن أن تفرض عليه ضريبة لأنه لم يتزوج وعنده القدرة على ذلك، هذا مناقض ومصادم لمبادئ حقوق الإنسان. نلاحظ في بعض الدول المتقدمة الآن، في أمريكا مثلا عندهم هذه الظاهرة، عوض أن يفرضوا ضريبة لا، قاموا بتمويل ما يسمى بمبادرة الزواج الصحي، مبادرة الزواج الصحي لتشجيع الأبوين الغير المتزوجين على الارتباط. أمريكا هناك ظاهرة أن رجل يلتقي مع امرأة، يعني لا يذهبون لا إلى القضاء ولا إلى العدول ولا إلى الكنيسة، علاقة عاطفية، التقوا في قارعة الطريق أو في المقهى أو في الشاطئ، وتصير علاقة بينهما علاقة عاطفية، يترتب عليها حمل ويكون هناك الإخلاص، ويسيرون هكذا، ما عندهم أي وثيقة تثبت أنهم زوجين حقيقيين، فقط عندهم حرية، لا يؤمنون بالقانون. ولكن هذه الظاهرة لما بدأت تمتد صارت تشوش على نظام الدولة واستقرار الأسرة. هذا ما جعل في أمريكا يضعون ما يسمى بتمويل مبادرات الزواج الصحي، يعتبروا هذه العلاقة غير صحية. بل حتى في بعض الدول العربية، مثلا في الإمارات العربية المتحدة، نلاحظ بأن الدولة أنفقت منح كثيرة لتشجيع الزواج، تعطي لمن أراد الزواج أنه يطلب منحة للسكن للعمل، وتعطي منحة ضخمة. بل إن الدولة ترعى حفلات الزفاف الجماعية، دائما في مقتبل فصل الصيف تقيم حفلات وأعراس كبيرة جدا تسمى حفلات الزفاف الجماعية، يشارك فيها الجميع. فهذه الأمور هي مهمة للغاية من أجل تجاوز المشكل ديال العنوسة وديال العزوبية، لأنها فيها الكثير من الآثار السلبية. إذا تساءلنا ما هو منظور الإسلام، الدين الذي يؤطر الفكر والعقيدة والسلوك في البلاد الإسلامية، من هذه القضية، الجواب أن الإسلام هو لا يقر بالعزوبية المطولة ما دام لا يوجد هناك مانع ضروري للزواج. الزواج هو واجب على كل مسلم بالغ عاقل لديه الإمكانيات المادية ويستطيع الزواج. المسلم إذا كان بالغا وعاقلا وعنده الإمكانيات، ثم
امتنع عن الزواج يكون عاصيا لله، لأنه يكون مخالفا لسنة الأنبياء والمرسلين. فقد جاء في الحديث أنه كان 3 رهط من الشباب جاءوا إلى بيوت أزواج النبي يسألون عن عبادة النبي، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، ثم قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لما سألوا أزواج النبي عن عبادة النبي قالوا بأنه كان يقوم الليل وكان يفعل ويفعل ويفعل، فقالوا هو غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فلا، علينا أن نجتهد. فقال أحدهم إني أصلي الليل أبدا ولا أرقد، وقال الآخر وأنا أصوم الظهر ولا أفطر، وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. هذو 3 ديال الشباب كل منهم عنده صدق في النية وعنده قوة تدين وأراد أن يعبر عن عبادته لله. الأول دار واحد النذر أنه يصلي الليل، سوف يقوم الليل ولا ينام تقربا لله، اعتبر هذه عبادة. الثاني قال أنا أصوم الظهر، كل أيام السنة أصومها ولا أفطر. والثالث اختار الاعتزال، أنه يعتزل النساء يبقى عازب بدون زواج، فلا أتزوج أبدا. فلما سمع النبي الكريم بمقالتهم قال أأنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغم عن سنتي فليس مني. هذا الحديث الصحيح المروي في الجامع للبخاري ومسلم يؤكد بأن الإسلام يحض ويحث على الزواج وينهى عن العزوبية وأن تكون مطولة، وشبهها بالرهبانية، ورهبانية ابتدعوها من عند أنفسهم، ربنا لم يكتبها عليهم، بل إن النبي الكريم حذر واعتبر بأن ذلك فيه فساد، حتى قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن في فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا طالت العزوبية انتظروا أن هناك الفساد، هذا شيء متوقع. ولهذا الأخيار يحرصون على أنهم يبتعدون عن هذه العزوبية ويجدون لها الحلول. من أهم الحلول المقترحة هي أننا ننشر ثقافة الزواج بين شباب الأمة، أبناؤنا وأبناء الوطن، نشجعهم على ثقافة الزواج. لماذا؟ لأنها ينتهي ببناء أسرة، وهذه الأسرة تكون مؤسسة اجتماعية تضمن استمرار الحياة المطمئنة. وهذا يقتضي من الدولة أن تبسط الإجراءات، إجراءات الزواج، والتقليل من متطلباته، خصوصا الأسر التي تفرض المهر الغالي والعرس الثمين، تقليل من طلبات. ثم ينبغي أن يكون هناك التيسير في التعارف ما بين الشباب والشابات، إما عن طريق جمعيات أو مواقع معينة أو أسباب كثيرة، وسائل إعلام تساهم في التعارف بين الشباب والشابات الراغبين في الزواج. وبالنسبة لأبناء الفقراء والمعوزين، جميل أن تنشأ صناديق بمساهمة الدولة، بمساهمة رجال الأعمال، بمساهمة كبار الشركات الإشهار، تكون دورها هو توفير القروض بدون فائدة للمقبلين على الزواج، قروض على المدى البعيد بدون فائدة، لاقتناء السكن ولتجهيز البيت وغيرها، قروض تسمى قرضا حسنا، قرض حسن لهؤلاء الشباب الجدد. ثم لابد من الحكومات أيضا تتحمل مسؤوليتها بتوفير المزيد من فرص الشغل للشباب مبكرا. فرص الشغل، الإنسان بعد 25 سنة لابد أن يكون يعمل، لابد أن يكون له مدخول. أما إذا تجاوز 40 سنة ولا زال عاطلا فإننا نكون أمام تشجيع للعزوبية والعنوسة والعياذ بالله. الذي ينبغي أن نؤكد عليه أيها الأحباب الكرام أن الحياة الزوجية هي لها معاني رائعة ولها أسرار عظيمة ولها فوائد لا تقدر بثمن. الإنسان حينما يتزوج يشعر بالسكينة والطمأنينة،
ويكون أسعد لما يرزق بالأطفال، ويكون أسعد وأسعد لما يكون عائلة مستقرة ومنسجمة ومتناغمة. فالزواج هو نصف الدين، لكن ما نسمعه من الحنين إلى الحياة العزوبية يراود بعض الأزواج، ويتذكرون أيامهم الأخرى. هؤلاء ربما حكموا على تجربتهم بالنقصان أو الفشل، وإلا فإن معظم الأزواج يعربون عن سعادتهم بحياتهم الزوجية رغم كثرة المسؤوليات المثقلة على عاتقهم. معظمهم يرى بأن دوره هو أن يفكر في المستقبل وأن يرتقي بمستوى حياته مع زوجته ومع أولاده. ومع كل هذا نؤكد بأن كل إنسان في أعماقه يعيش شاب أعزب، لا يزال نائما ولكنه يستيقظ بين الفينة والأخرى. هناك أزواج تزوجوا منذ 20-30 سنة وكيقول لك أنا أشعر بداخلي شاب أعزب لا زال نائم، لكنه قد يستيقظ في أي لحظة، يبحث عن الحرية، يبحث عن الخروج من القفص الذهبي، يريد الاستمتاع بفوضى الحياة، ويحب الوحدة واللامسؤولية. هذه مسألة نفسية، كما أن كل رجل بداخله طفل صغير وبداخله شيخ هرم، أيضا بداخله أعزب يحب الفوضى ويحب اللامسؤولية ويحب الحرية بين الفينة والأخرى. وعلى المرأة أنها تدرك هذه الحالة في زوجها وتحاول أن تراوده بالطريقة التي يبقى بين أحضانها وفي جدرانها. لهذا لابد أن الإنسان يراعي هذه الصفات النفسية. والعازب الحقيقي هو فترة زمنية مضت، لكن لابد أنه يستمر على الحياة التي هي مليئة بالمسؤولية ومليئة بالسعادة أيضا. لن أطيل عليكم مستمعي الأفاضل، نريد أن نفتح النقاش حول هذا الموضوع، موضوع العزوبية. هل حقا ما يقال عنه بأن العزوبية تاج على رؤوس العزاب لا يراه إلا المتزوجون؟ هل حقا المتزوجون الأكثر سعادة، أم أن العزاب في ظل الظرفية الراهنة هم أصحاب الحظ السعيد، يحظون بالحرية ويحظون بالحياة السعيدة والناعمة؟ الكلمة لكم أيها الأحباب الكرام، تعرضون تجارب حياتكم وتعبرون عن مشاكلكم وهمومكم. الغاية هي أننا نتعرف عن الإيجابيات وعن السلبيات لكي نصلح من وضعيتنا الأسرية ونصلح من حياتنا في هذه الدنيا، حتى نصير برحاب الاستقرار والطمأنينة والسكينة. أرقامنا الهاتفية كالعادة هي 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. ونبقى مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.